مساء الفل عليكم ومساء الجمال، حلقة جديدة ويوم جديد من برنامج سلامتك ألف سلامة. النهاردة إن شاء الله معانا مفاجآت كتير نتمنى تعجبكم، مفاجآت يمكن لأول مرة هتسمعوها، يمكن لأول مرة هتشوفوها معانا، بس إن شاء الله نتمنى تعجبكم. في البداية نرحب بضيف النهاردة، ضيف العزيز دكتور محمد الشافعي، استشاري العلاج الطبيعي والسمنة والنحافة. منورنا يا دكتور. الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه رايك في الاجواء؟ والله جميله ما شاء الله، وان شاء الله يكون يوم جميل معانا بعض ان شاء الله النهارده باذن الله، ونعمل حلقه قويه. يا متفقين ان شاء الله. طيب في البدايه مشاهدينا هنطلع نشوف صوره كده لنجم كبير، نجم محبوب، وبعد كده هنرجع نتكلم عنها انا والدكتور علشان نحكي حكايه الصوره دي. نشوف الصوره مع بعض. الصورة ظهرت يا دكتور، النجم العالمي المحبوب محمد صلاح. احنا عايزين نتكلم شوية عن الصورة دي والتحويل اللي حصل لصلاح في حياته، في شكله، في ستايله، في الفيت بتاعه عالي جدا. فبعد اذنك كلمنا عن الصورة دي. بص، صلاح انا بعتبره يعني مش مجرد لعيب كرة عادي، ده ملهم، ملهم للشباب دلوقتي، هو بقى ملهم لجيل عامة كامل. ماشي، شخص نجح، نجح من لا شيء، بدأ مع نفسه، اشتغل على نفسه كويس قوي لحد ما وصل للمكان اللي هو فيها، مسكتش، فضل يكمل. اللي موجود فيه صلاح واللي موجود في الصورة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي مش حاجة، يعني مش وليدة شخص لوحده، ده تيم كامل ماشي وراه، في مدرب أحمان ومدرب أثقال، وفي دكتور تغذية معاه، في طبيب له مع خاص بيه، اشتغل على نفسه، لعب وقت كبير جدا في الجيم، وقت كبير جدا في التغذية، تغذية علاجية بطريقة غير طبيعية معاه لحد ما يوصل للشكل ده. ظبط شكله وسده، والسكس باكس بتاعته بدأت تبان، بدأ يبقى صلاح داخل في سكة كريستيانو رونالدو. يعني ما نقدرش نقول الموضوع جه من فراغ، صلاح اشتغل على نفسه جدا، تعب جدا علشان يوصل للشكل ده، فبالتالي ناخد صلاح هدف ونجاح لينا في حتتنا. بمعنى احنا دايما بالنادي، ومن زمان كنا بالنادي، يا جماعه الرياضه عشان الصحه، يا جماعه الرياضه عشان الشكل، يا جماعه الرياضه عشان وعشان وعشان. في اللي كان بيستجيب، وفي اللي بيقول لك يا عم الرياضه ايه، كبر دماغك، احنا لسه هنلعب رياضه، هتفيدنا في ايه؟ انا بعتقد يا دكتور بعد الصوره دي ناس كتير جدا في مصر حياتهم هتتغير وهيبداوا يقتحموا المجال الرياضي. بص، حب اللي انت بتعمله. هو صلاح حب الرياضه، حب الكوره، حب نفسه، حب جمهوره، حب الناس، بدأ يشتغل على نفسه كويس قوي. لما تشتغل حاجة وانت بتحبها هتبقى مبدع فيها. المشكلة كلها ان انت تشتغل حاجة وانت بتضايق، حاسس ان انت موظف بتروح تعملها وخلاص لمجرد ان انت اشتغلت، مجبور عليها، مجبور عليها. لكن لما تحب الرياضة، لما تحب الجيم، لما تحب نفسك، لما تحب الشغلانة، اي شغلانة، انا مش بنتكلم عن حاجة معينة ثابتة، اي شغلانة حبها. لو انت مدرس تبقى مدرس ناجح، حب التدريس بتاعك. لو انت دكتور تبقى حب الطب بتاعك. لو انت مدرب جيم حب الجيم بتاعك. لو انت بتحب هواية الجيم اعملها، بس اعملها حلو بحب. هتطلع النتيجة صلاح. الله ينور عليك. صلاح في كل تخصص. يعني نقدر نقول ان الرياضه والفتنس بقى جزء لا يتجزأ من حياه اللاعبين العالميين طبعا. ونتمنى ان الحته دي تدخل مصر وتقتحم المجال الرياضي في مصر علشان نشوف اللعيبه المحليه بتاعتنا على نهج صلاح وشكل صلاح. طبعا طبعا. طيب زي ما انتم سمعتوا الدكتور والكلام الجميل اللي احنا سمعناه عن صلاح، ان شاء الله كلنا نوصل لاحلامنا. الحاجه الثانيه بقى مفاجاه، دي كانت مفاجأة بالنسبة لي. قبل الهوا على طول عرفت ان الدكتور كان مليان، مش هتصدقوا. تعالوا نعرض الصورة على الشاشة ونكمل بعد ما نشوف الصورة ونرجع تاني. ده دكتور محمد الشافعي اللي انتوا هتشوفوه، اللي معايا دلوقتي على الشاشة. منور الله يا دكتور. عايزين نشوف الصورة معانا اهي، دكتور محمد الشافعي بيفور ودكتور محمد الشافعي افتر. ايه رايك؟ ايه رايك يا دكتور؟ دي مفاجاه اصلا ليا انا شخصيا. ايه رايك في اللي لابس تي شيرت احمر ده هناك؟ تعرفه؟ طبعا طبعا، عشت معاه سنين عمري كله. انا تقريبا من وانا طفل تخين. من وانت طفل؟ من وانا طفل تخين. طفل تخين ما شاء الله. طفل تخين، شاب تخين، طالب في الجامعه تخين، دكتور تخين. كانش عندي اي مشاكل، كل ما حد يقول لي الكرش بتاعك يا دكتور اقول له الكرش العز. يعني كنت فرحان بيه؟ بقنع نفسي اللي انا فرحان بيه،
مش قادر يمتنع عن الاكل. طب اقول لك على حاجه يا دكتور، مدام سماح معانا على التليفون. قبل ما ناخد الجوله الجميله اللي انا متشوق اسمع حكايتها، مدام سماح ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا فندم؟ بص حضرتك يا دكتور، انا وزني 104. تمام سامعني؟ تمام سامعك. انا وزني 104 وعايزه اعمل مثلا طريقه غذاء يعني ايه امشي عليها. تمام. طولك قد ايه يا فندم؟ نعم، طولك قد ايه؟ الطول 160. 160. حضرتك متجوزه او مخلفه او كده، او يلا او مثلا حامل او بترضعي او اي شيء؟ لا انا مش حامل ولا برضع ولا اي حاجه. طيب تمام، هنرد عليك ان شاء الله يا فندم. حاجه، شكرا وميرسي جدا لاتصالك. نكمل يا دكتور المفاجاه الجميله اللي على الشاشه. المفاجاه اللي انا طول عمري كنت تخين ومش مبسوط، يعني بقطع نفسي اللي انا مبسوط بالتخن ده، لحد ما بدا ظهري يوجعني وبدات اكشف. عارف باب النجار مخلع زي ما بيقولوا. دايما دكتور تغذيه وتخين ومليان. ماشي. بدا ظهري يوجعني، بدا يعني خلاص كان مقرر ليا ان انا اعمل عمليه في العمود الفقري في ظهري. كان قدامي اختيارين، ماشي، لاما اعمل العمليه، ماشي، لاما اخس. وعشان حتى اعمل العمليه كان الدكتور طالب سبحان طالب لا لازم اخس عشان اعمل العمليه. تمام. فكان الاختيار قدامي لازم اخس، خلاص خدت القرار. الكلام ده على فكره مش من بعيد، يعني الشتاء اللي فات زي اليومين دول انا كنت كده. يعني السنه اللي فاتت الصوره دي انا كنت كده، كنت 125 كيلو. ما شاء الله. الحمد لله انا النهارده 78 كيلو. ما شاء الله. احنا بنتكلم في حوالي 47 كيلو تقريبا نزول في اقل من سنه. تمام. خدت القرار، بس خدت القرار صح واشتغلت على نفسي السنه ديت والحمد لله بالشكل اللي انتوا شايفينه. طيب دكتور، موضوع التعب اللي حصل لك فكان لازم تخس، ده كان السبب الرئيسي طبعا. هل انت زعلت انك خسيت؟ انا ندمت على العمر اللي انا عشته وانا تخين. كنت بتقاسي جدا جدا، انا كنت بقاسي بطريقه غير طبيعيه. طب بالنسبه للبطن اللي بقت مستطيله دي، كان ايه ظروفها معاك؟ عايش بيها ازاي؟ انا كنت ماشي مع صديق ليا وزنه زايد 40 كيلو ولا 45 كيلو، ماشي بيه نايم وصاحي معايا، هو قاعد معايا بلازمني. 40 كيلو. 40 كيلو شايله وحضنه. حضنه. و40 كيلو، تخيل ال40 كيلو دول بينزلوا على مفاصل الركبه 160، كل كيلو عندنا زياده بينزل على المفصل الركبه 4 كيلو. تمام. فماشي. المعلومه دي مهمه جدا، معلش يا دكتور نعيدها تاني. يعني انت لما بتبقى وزنك زايد كيلو واحد، كيلو واحد، كيلو واحد ده بينزل على مفاصل الركبه بتاعتك 4 كيلو، بيتحول لبقى 4 كيلو، اربع اضعاف، اربع اضعافه. فتخيل لو انا زايد 40 كيلو او زايد 35 كيلو، يعني انا الاجمالي نزل على ركبتي حوالي 150 كيلو، يعني بالبلدي 3 شكايا اسمنت على الركبه انت شايلهم وشايلهم وماشي بيهم. ماشي بيهم. تخيل الركبه دي هتخش في خشونه بعد قد ايه؟ طالع سلم جداً. بتنهج ازاي؟ انا اول مره اسمع المعلومه دي بصراحه. امراض سكر وضغط والكوليسترول ودهون ثلاثيه، يعني حاجز. نقدر نقول ان السمنه بتحمل معاها امراض كثيره. هي مرض في حد ذاته. السمنه مرض. السمنه مرض في حد ذاته. لا انا ابقى عيان، لا انا ابقى البي ام اي، وهنتكلم كمان شويه يعني ايه معدل الكتله والبي ام اي. ماشي. السمنه لو انت عندك سمنه او سمنه مفرطه انت معرض للكوليسترول لضغط لسكر. تمام. دول التلات امراض كافيين ممكن يعمل لك مشاكل بعد كده في الشرايين، مشاكل في القلب. انت ممكن داخل بتعجز بدري، انت تبقى سنك 40 سنه وانت الامراض اللي عندك امراض واحد عنده 60 و70. كل ده بسبب السمنه. السمنه هي مرض. طب يا دكتور، صحتك دلوقتي افضل بكتير؟ مرتاح نفسيا؟ الحمد لله. انا عايز اقول رايي، بس رايي المتواضع جدا. انا شايف شكلك صغير. تديني كام سنه؟ وشك احلى. تديني كام سنه؟ يعني في الصوره دي بالبطن المستطيله اديك 45، ما بجاملش. دلوقتي انا شايف حد عنده 35 سنه، وشك منور، الستايل بتاعك بقى ما شاء الله حلو جدا، فت الجاكيت ده متهيألي ما كانش ينفع تلبسه وانت صح كده ايام المستطيل ده. فحاسس براحه نفسيه؟ هقول لك حاجه. انت لما بتنزل، انا باي ذا واي انا سني الفعلي 43 سنه. اهو قالها على الهوا يا جماعه، الدكتور قال سنه الحقيقي. انا 43 سنه، احييه على شجاعته. انا سني 43 سنه. ماشي. الحقيقه لما انت بتخس انت بتخسس من عمرك ممكن 10 سنين. الله على الكلام. مش بتخس شكلا،
سيبك من الشكل اللي هو حاجه مهمه تمام، انت بتخس امراض 10 سنين، امراض 10 سنين، انت الامراض اللي بتصيبك وانت في الثلاثينات غير الامراض اللي بتصيبك وانت في العشرينات غير الامراض اللي بتصيبك في الاربعينات او الخمسينات او السبعينات. معلومه جديده دي برضه. فانت لما بتخس بتخسس امراضك بتقللها. شوف انت بقى يعني واحد عنده 40 سنه او 45 سنه وعندك امراض واحد عنده 60 سنه، ضغط وسكر كوليسترول وبلاوي سوداء، يعني السمنه بتيجي بالامراض بتاعتها طبعا. وانت بالعارك انت ممكن، بس بالعكس انت ممكن لما تخس مجرد بس انت تخس تلاقي الامراض اختفت. يعني في سكر سمنه، مجرد انك تخس تخس الامراض اختفت سبحان الله، ما عادش تاخد دواء للسكر، ما عادش تاخد، يعني مجرد انت نزلت. انا الحمد لله كنت مقرر لي عمليه، انا كان الضغط عندي بدا يعلى، كل ده الحمد لله مجرد ما انا خسيت ده. طب انا هقول حاجه يا جماعه، الدكتور اختار النهارده في الحلقه اننا نقف عشان حاجه هو عايز يوصلها لكم، يوصل لكم ان جسمه بقى بالشكل ده، مفيش بطن مفيش كرش، مبسوط جدا، حياته اتغيرت، وانا بحييه على شجاعته. ليه؟ دكاتره كتير جدا استحاله يطلعوا على الهوا ويقولوا قصتهم لو هم كانوا مليانين وخسوا، استحاله يجيب صوره لنفسه بيفور وافتر، لا، علشان حتى المرضى بتوعه لا ايه ده الحق الدكتور بتاعنا، الحق الدكتور بتاعنا. الراجل شجاعه رهيبه بحييه عليها، اختار نقف علشان تشوفوه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، انا بحييك. بص هي وناخد مدام عزه. ماشي نسمع مدام عزه. مدام عزه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الله يسلمك اتفضلي. انا عايزه اخس بس يعني مش عارفه امشي على ريجيم ازاي او حاجه تخسسني. مكسوفه تخسي؟ انا عندي منطقه البطن. طيب معاك يعني عايزه اخس بس ايه من غير علاج وكده، حاجه تخسسني طبيعي يعني نمشي طبيعي. اه طبيعي. هنتكلم اصلا طبيعي في الموضوع ده. طيب الدكتور اكيد عايز يعرف الطول الوزن. والوزن الوزن 74 والطول 74 والطول مش عارفه 160 تقريبا يعني 160 حوالي 160 في ضعف في حمل اي شيء. شكرا ليكي وتابعينا والدكتور هيجاوبك. طيب يا دكتور دلوقتي وزن حضرتك بقى كام؟ انا حوالي 78. 78 من كام؟ نعيد تاني معلش. 125. الله عليك الله عليك بجد. سر الخلطه، بص التحبيشه كده والتحبيكه اللي انت عملتها عايزين نعرفها. احكيها لك النهارده كلها بالكامل والتفصيل، ويعني احكي لك كمان يعني لو هنعمل نظام غذائي ازاي نمشي بيه. بس هي بكل بساطه اهم حاجه في سر الخلطه في الاراده. الاراده رقم واحد. انت لازم تاخد قرار انا هخس. فاكرين فيلم اكس لارج بتاع النجم الجميل احمد حلمي؟ طبعا. تمام، انت لازم تاخد القرار انك تخس. لو ما خدتش القرار من جواك صدقني لو خدت كل انواع الرجيم والدايت واللي في الدنيا دي كلها، حتى اللي بيعملوا عمليات، في ناس اللي ما خدش القرار انه يخس بعد العمليات ما بعدها بسنه او سنتين وشفت حالات تخلو بقى وادخل بيرجع تاني. مظبوط. لازم تاخد القرار من جواك عشان تمتنع وتعيش حياه معينه، لايف ستايل معين. اللايف ستايل ده هو اهم شيء. تمتنع بقى عن البيبسيات وعن الحاجات الغازيه، وتمتنع وتنام كويس وتشرب كويس ميه وتاكل وجبات متوسطه ووجبات كتيره، قصص كتير هنحكيها مع بعض. يعني رقم واحد الاراده، مفيش غيرها، والعزيمه مفيش غيرها. انا هخس يعني هخس. صلاح افتكر صلاح. يبقى معانا التليفون. الو الو اتفضلي. استاذه اميره. الو سامعينك استاذه اميره اتفضلي. الله يسلمك ازيك يا فندم. انا عايز حضرتك بس تقول لي على وصفه دكتور اخس بيها، وانا وزني 105. وطولك يا فندم؟ والطول 160. 160 تمام يا فندم. تمام تمام يا اميره بنشكرك جدا. الاراده مفيش غيرها. رقم 2 صلاح الا بالاراده. طبعا طبعا قصه نجاح. رقم 2 تنفس وما تنتبهش للي حواليك، انسى كل القوى اللي يعني ولا القوى الشر اللي حواليك اللي تقول لك ايه ضربه دماغك، المحبطين اللي حوالي بالناس اصحابك. ابعد، خليك انت حطيت هدف قدامك، حط المده بتاعتك، امشي مع الدكتور بتاعك. لازم تمشي مع الدكتور، ما ينفعش تمشي مع نفسك.
ما ينفعش عشوائي الموضوع. طالما بتتكلم في كميات زي اللي انا بتكلم فيها 40 كيلو اوفر ويت كده اوفر ويت، لا لازم الكلام ممكن نمشي مع نفسك مثلا لو انت 5 10 كيلو دول سهلين تمام، لكن هتمشي مع دكتور لازم يكون معاك جيم. الله، لازم يكون معاك جيم. دايت لوحده غير كافي، نظام غذائي لوحده غير كافي، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. قاضي بين قط، القط بيمشي على سكه مكونه من اثنين متوازيين لبعض، ما ينفعش يمشي بواحد ويسيب الثاني. تمام. لان انت هنتكلم في التفاصيل دلوقتي، هنقول ان نزول الوزن ده ماشي، انت مش بتنزل بس عضلات ولا بتنزل بس دهون، لا انت بتنقي دهون، فعشان تمنع العضلات تنزل ماشي لازم يبقى في جيم. ده اللي هنجيله اكيد، هنجيله ونتكلم في التفاصيل فيه. طيب دكتور، احنا قلنا الاراده انفذ، هل وبكل امانه وبكل صراحه كان في اي تدخل جراحي؟ والله العظيم ده مع الهوا، هو بحلف قدام الناس، والله العظيم والله العظيم ما عملت اي عمليه خالص. حلف طول حياتي. طول حياتك انا اصلا عملت اللي انا فيه ده عشان ما اعملش عمليه. الله، مش منطقي اللي انا يعني بخس علشان ما اعملش عمليه، او انا داخل عمليه. العمليه لها انديكيشن معينه، هي حالتها الاوفر ويت قوي، مش ناس 160 و150 كيلو ما تضحكش على بعض، دول الناس لهم كانديديت للعمليه ماشي، عمليه التكميم او تحويل المسار او تبقى العمليه اللي تتعمل ايه ماشي. بس حتى بعد ما بيعملوا العمليه ما هم بيتابعوا مع دكتور التغذيه لازم. يعني ما كانش فيه اي عمليات؟ والله ما في، الموضوع طبيعي الحمد لله، اراده اكل وشرب طبيعي، وصلت للي انت فيه تنفيذ. طيب عايزين نحط للجمهور او المشاهدين نظام غذائي للسمنه يمشوا عليه. بص. سؤال جميل قوي، وهقول لك انا الطريقه بكل بساطه. اهم حاجه في النظام الغذائي انك هتاكل كتير. اكتبوا يا جماعه ورقه وقلم بعد اذنكم، واكتبوا الكلام اللي هيتقال علشان ده نظام غذائي الدكتور هيبدا يشرحه على الهوا. انا هتكلم عن نظام غذائي يناسب معظم الناس. طبعا انا المفروض النظام الغذائي ده بيفصل لكل عيان، يعني كل مريض بيجي لي انا بفصل النظام الغذائي عليه، مفيش حاجه اسمها ورقه مطبوعه محفوظه بديها له وتمشي لكل الناس. بس انا هتكلم از جنرال، يعني زي ما كتير بيعملوا كتير مختصين لكله، لا وفي ناس بتروح عيادات روشتة اهي امشي عليها لكله، لا مفيش تفصيله لكل مريض. استأذنك لو رحت مكان ولقيت كده استأذنك تحاول تهرب منه بأسرع وقت. اسمعوا يا جماعة اسمعوا، الدكتور قال حاجة مهمة جدا، لو رحتوا مكان ولقيتوا الوصفة واحدة للجميع وروشيتا بتطلع قبل ما يقعد معاك ويعرف عندك ايه، بتحب اكل ايه، ما بتحبش اكل ايه، علشان يفصل لك نظام غذائي خاص بك، خد بعضك حاول تهرب من المكان ده بأسرع وقت. طيب نكمل النظام الغذائي، هنتكلم حاجة عامة لمعظم الناس اللي هنتوقع ان هم صحتهم متوسطة، مفيش ما بيعانيش لا من سكر ولا من ضغط ولا من دهون ثلاثية، هي سمنة متوسطة عشان بس يبقى كلامنا واضح تمام. هنتكلم الأول اللي انت هتاكل في اليوم من 7 إلى 8 وجبات. أول حاجة تقولي ازاي 7-8 وجبات؟ ما انت لو ما اكلت 7-8 وجبات في اليوم مش هتخس. يعني 7-8 وجبات لازم ناكل كتير، ناكل كتير تخس، ناكل قليل تدخل، ناكل كتير نخس، ناكل قليل ندخل. ندخل تمام. الوجبة الوحيدة اللي بتجي تاخدها بالليل وانت مروح من شغلك وتاكلها وتنام هي المصيبة، هي القاتلة اللي معظم القاتلة. الناس بتعمل كده وتعمل كده، الوجبة القاتلة بقول عليها، انا بسميها عندي الوجبة القاتلة. انت تاكلها وتنام، انت بتقتل نفسك بالموت البطيء، ده اسمه الموت البطيء تمام. لكن الصح هنصحى الصبح بدري، وانا يعني بفضل طبعا الصحيان بدري، نصحى مثلا الساعه 7 الساعه 8 الصبح تمام. طبعا لو يصحى قبل كده يبقى خير وبركه احسن. هناخد وجبه الصباح، وجبه الصباح لازم يكون احنا الدايت عامه لازم يكون فيه 3 انواع اساسيه، في البروتين وفي النشويات وفي برضه نسبه بسيطه من الدهون والخضروات والفيتامينز. الصبح هناخد نشرب كوبايه حليب خالي الدسم اساسي عشان ناخد نسبه الكالسيوم اللي احنا محتاجينها تمام. محتاجين البروتين برضو بتاعنا، ناخد مثلا قطعه جبنه قريش صغيره او قطعه جبنه قريش او معلقتين جبنه قريش مثلا، او هناخد قطعه جبنه شيدر صغيره، او هناخد بيضه مسلوقه صغيره اوكي، ده جزء كده الخاص بالبروتين. ناخد مثلا نص رغيف بلدي، انا بقول بحب دايما العيش البلدي بتاعنا، العيش البلدي بتاع التموين يا جماعه، بيش ده جميل جدا العيش البلدي، لان هو ده بيبقى مدعم من الدوله بنسبه من فيتامين دي
بيبقى جوه الدقيق بتاعه، فبيبقى العيش ده صحي جدا. بالمناسبه يا جماعه، فيتامين دي لينا معاه قصص وحكايات هنحكي فيها بعدين. نكمل يا دكتور. ماشي. يبقى عندنا النص رغيف تقريبا، او يعني العيش اللي احنا محتاجين ناكله. طبعا نبعد عن العيش الفينو، ونبعد عن الحاجات اللي هي المخبوزات اللي محطوط عليها اضافات غير صحيه. تمام. يبقى نص رغيف. هنتكلم عن قلنا البروتين، وقلنا طبق السلطه اللي هو الاساسي يا جماعه. اي حاجه في السلطه لونها اخضر كلوا منها وانتم مطمنين. خيار، خس، كرومب بتاع السلطه، كابوتشي، اي حاجه هتحطوها في السلطه لونها اخضر حبوها وكلوها بكميات كبيره، وانا برشحها تاكلها في اي وقت. ليه يا دكتور؟ ديت غنيه بالالياف، غنيه بالفيتامينات، ماشي، بتديك احساس بالامتلاء، تخليك ما تشبع بسرعه، ما تخليكش تروح لحاجات من الحاجات اللي هي الغير صحيه، فهي وجبه جميله، وفي نفس الوقت الكالوريز بتاعتها السعرات بتاعتها قليله، بتساعد على الحرق. مش موضوع بتساعد على الحرق، هي بتساعد على الامتلاء. فما بتمتلي يعني ما بتساعدش على الحرق. عشان في اقاويل برضو، انا ليه قلت كده، ناس كتير قوي بتقول الخضروات الورقيه اللي هي الخضرة بتساعد على الحرق. بص خلينا، طب ايه، في بقدونس وفي حاجات بتساعد على الحرق، اوكي، بس احنا اساسا احنا لما هناكل هنساعد على الحرق. بقول لك ليه، اما ناكل وناكل 7-8 وجبات هنساعد على الحرق. انت معدتك عامله زي موتور السياره، موتور العربيه لو هو داير طول النهار فهو بياكل بنزين، هو بيستهلك بنزين، بيستهلك طاقه. تمام. فانت لما تستهلك الطاقه دي هتستهلكها من جسمك. معدتك زي موتور العربيه، لو فضل شغال من الصبح لحد بالليل بيهضم الاكل حتى لو كميات بسيطه، فهو بيحتاج طاقه فبيستهلك طاقه فبيحرق. احنا كده اتكلمنا على الفطار. الغداء هيكون برضه طبق السلطه ولازم بالنسبه لنا اساسي. هناخد برضه البروتين بتاعنا، وليكن مثلا قطعه صغيره من صدر فرخه مشويه او مسلوقه، او قطعه لحمه صغيره. طبعا الناس اللي عندهم نقرس والكلام ده لازم نقلل موضوع اللحمه الحمراء، بس لازم نبقى محددين للكلام ده. او هناخد سمكه صغيره مشويه، نبعد طبعا عن المقليات نهائي. او هناخد مثلا علبه تونه لايت صغيره معانا، ممكن تبقى نص رغيف معانا، ممكن 3 أو 4 معالق رز معانا، ممكن 3 أو 4 معالق مكرونه. يبقى احنا كده خدنا الجزء النشويات مع الفيتامينات مع شوربه خضار او شوربه او خضار سوتيه معمول. يبقى كده احنا بنتكلم في وجبه الغداء. نيجي لوجبه العشاء، افضل تكون كوبايه زبادي لايت خفيفه وننام خفيف. او هناخد، لو قلنا هناخد صمية فاكهه، تفاحيه او مزايه او اي حاجه خفيفه هناخدها بالليل. تمام. زائد نقطع طول النهار من الميه. تمام. نشرب ميه بكميه كبيره جدا، على الاقل من 2 لـ3 لتر، يعني ده هيساعد على الحرق. الميه احنا اتكلمنا على مهمة. على الميه احنا اتكلمنا كده على 3 وجبات. طب فين بقيه 7-8 وجبات؟ هي الوجبات الخفيفه او السناكس. السناكس اللي في النص، كل ساعتين، ما يعديش عليك ساعتين بدون اكل، كل ساعتين. السناكس دي بتبقى عباره عن ايه؟ ممكن تبقى صبع بقسماط صغير سن مثلا، او ممكن تبقى صمره فاكهه بحجم كف اليد، على حجم التفاحيه، حجم السفندياه. دي طول النهار ناكلها، ممكن ناكل من 4 لـ5 وجبات خفيفه. فاحنا جميل. لو قلنا قسمنا يومنا الساعه 8 الصبح فطار، يبقى الساعه 10 والساعه 12 والساعه 2 عندك سناكس، الساعه 4 هتتغدى، الساعه 6 سناكس، الساعه 7 سناكس. حاضر يا مخرج يا جميل، اتفضل. وبالليل نتعشى قبل ما ننام بساعتين. دي وجبه، انا كده ظبطت لك نظام غذائي كامل، يوم كامل. حلو قوي، يعني ده نظام غذائي يوم كامل. بالظبط. يتناسب مع الاعمار كلها ولا مع اعمار معينه؟ يتناسب مع كل الاعمار اللي احنا قلنا، ما عندوش ضغط، ما عندوش سكر، ما عندوش نقص، ما عندوش مشاكل، ما عندوش مشاكل. عنده مشاكل بقى لازم يكون مع دكتور بقى عشان يبدا ينقح الكلام ده، يتابع مع دكتور. حاجات هتتحط، حاجات هتتزود طبعا مع تقليل الملح طبعا. طيب تمام. بص يا دكتور، انا زعلان ان وقت حلقتنا انتهى، بجد انا زعلان، بس المخرج بيقول لي لازم تقفل يا اما هيضربوني بره. فاحنا نتفق اتفاق، هنخلي الحلقة دي مقسومة على جزئين، حلقة تانية للنحافة بس عشان النحافة ما يزعلوش مننا، الناس يعني اللي عندها نحافة ما تزعلش مننا، ايه رأيك؟ عشان نتكلم براحتنا. النحافة موضوع كبير اصلا. بالظبط كده. وانا عايز اركز عليه جدا جدا جدا. اتفقنا؟ طيب للأسف مشاهدينا وقت حلقتنا انتهى، نشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية على خير. بشكر ضيفي العزيز دكتور محمد الشافعي، كان منورني النهاردة، والفورمة مش بالسهل بس، اكيد يا دكتور تستاهل. استنونا الحلقة الجاية.